مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حقيبه السفر. رح نتابع فيها اوضاع ماساويه لطالبي اللجوء في البوسنه، ورح نتعرف كمان على وزير الخارجيه الالماني يطالب باعاده اللاجئين من الحدود الخارجيه لاوروبا. منعت السلطات البوسنية المتطوعين من تقديم المساعدات الطبية والهلال الأحمر من تقديم المياه للاجئين الموجودين بمخيم قريب من الحدود مع كرواتيا، وبيقولوا المتطوعين بأنه اللاجئين ما عم يحصلوا على الرعاية الطبية المناسبة، بينما السلطات البوسنية عم تنفي هذا الأمر. منتابع التقرير ومنرجع. لمناقشة الموضوع ينضم لنا السيد أحمد سواس نجار، وهو مترجم عام المجال الإنساني في البوسنة، وأيضا السيد محمد مضحي وهو مصور فيلم يتكلم عن معاناة اللاجئين في البوسنة وعدة مناطق. مرحبا فيكم ضيوف الكرام. لو بدأت معك سيد أحمد، يعني ليش عم يزداد وضع اللاجئين سوء بمنطقة أو في البوسنة تحديدا؟ عم نسمع كثير أخبار عن هذا الموضوع. حاليا في عدة أسباب جاية من السلطات المحلية، وأسباب جاية من التصرفات العنصرية للسكان المحليين، بس أهم سبب هو سوء البنى التحتية وسوء البنى التحتية لمساعدة اللاجئين في البوسنة. يعني بشكل عام الدولة البوسنية مقسمة لعدة كانتونات، مقسمة لعدة كيانات، وهن في داخل دولتهم لا يوجد توزيع مهام جيد لمساعدة اللاجئين. مثلا تمركز اللاجئين حاليا على الحدود الكرواتية أو في كانتون يدعى أونسكوسانسكي كانتون، وضع ضغط كبير على رح نسميه أهل المحافظة، وميزانيته ما بتسمح له ولا عنده مؤسسات قوية لدرجة قابلة لاستقبال هالكم الكبير من اللاجئين. يعني سيد أحمد، ما في سياسة موحدة يعني فيك تقول لهي الكانتونات تجاه التعامل مع اللاجئين؟ لا يوجد سياسة موحدة، واللاجئين عالقين في صراع سياسي بين الأحزاب وبين المحافظات المختلفة وبين السلطات على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي. طيب سيد محمد، يعني انت حضرتك عم تصوروا فيلم بتكلم عن معاناة اللاجئين بعدة مناطق، او خلينا نقول عنها مناطق عبور للاجئين من ضمنها البوسنة. شو اللي اكثر شيء ركزتوا عليه بالبوسنة او بهاي المناطق بشكل عام؟ هو الفكرة شخصية صراحة وليست جماعية. اثنين، الشيء اللي عم ركز عليه أو السيناريو اللي عم ركز عليه هو خط الوصول، بداية الرحلة ونهايتها، بدايتها تبتدأ من تركيا أو اليونان، نهايتها تصل إلى إيطاليا واللي هي بر الأمان. هذا الشيء اللي عم حاول أوصله بفيديوهات صغار توثيق شخصي. طيب شو أكثر شيء ركزتوا عليه بهذا الفيلم سيد محمد؟ هل هي الانتهاكات فقط اللي عم تكون بحق اللاجئين الموجودين بمناطق العبور من ضمنها البوسنة اللي حديثنا لهذا اليوم عن البوسنة، أم أنه في أيضا أمور أخرى بتكون تركزوا عليها؟ هلأ، واحد هو عبارة عن حكايات صغيرة، اثنين هو عبارة عن معاناة اللاجئين والشيء اللي عم نشوفوه أو عم يقابلوه من قبل الحكومات أو الشعوب اللي عم يستقبلوهم، ولكن الشيء اللي عم يصير هلأ هون بالبوسنة وبكرواتيا
هو الشيء الذي يستحق الوقوف والشيء الذي يستحق وضع وشو أكثر إشارات شيء ممكن استفهام. ركزتوا لماذا على هذا الشيء؟ بالبوسنة زيد محمد، وممكن نقول يعني وثقتوه؟ هلا الشيء اللي عم حاول أوصل له، البوسنة هي بلد خارجة من حرب وكلنا نعلم هذا الشيء. ما بعرف، يمكن عم أحاول أربط فكرتين ببعض. العالم اللي جاي من حرب وهن خارجين من حرب، فهل كمية العنصرية أو الشيء اللي موجود هو سببه، أو العنصرية اللي موجودة والسوء المعاملة اللي موجودة بالبوسنة بكرواتيا، هل سببها أنه هاي البلدان خارجة من حرب أم لا؟ هو هذا الشيء اللي عم حاول أوصل له. طيب سيد أحمد، أحد المخيمات الموجودة على الحدود الكرواتية البوسنية يشتكي من سوء الظروف المعيشية، ما في طبابة، أمروا بالفترة الأخيرة قطع المياه، وأظهرنا هذا الموضوع بالتقرير، سيئة الأوضاع جدا. طيب المنظمات ما استطاعت تلاقي حل لهذول اللاجئين العالقين بهذا المخيم؟ أستاذ، المشكلة الأساسية إن المنظمات ما بتقدر تشتغل يلي بدها، يعني المنظمات مخولة بس تشتغل بالأماكن يلي السلطات بتسمح لك تشتغل فيها. حاليا الكامب اللي عم تحكي عنه أو المخيم اللي عم تحكي عنه اسمه مخيم فوتشاك، نعم وهو موجود مباشرة على الحدود. تم قطع كل المساعدات عنه، المساعدات الطبية، المياه، المساعدات الغذائية، الملابس، تم قطع كل شيء عنه. وبشكل عام اللاجئين الموجودين بهالمخيم هن كلهم شباب، بشكل اعتباطي الشرطة بتاخذهم من المدينة، من الأرياف المحيطة بالمخيم، بتاخذهم بشكل اعتباطي وبتحطهم بهداك المخيم، يعني كنوع من العقوبة الاعتباطية من دون أي أساس. يعني خلينا نقول هذا أسلوب تطفيش لهدول اللاجئين. طيب مستقبل هدول اللاجئين شو بعد ما انقطعت المياه وما عاد في طبابة وما عاد في أصلاً حياة بهذا المخيم؟ تماما مثل ما انت قلت، هذا اسلوب لتطفيش العالم وجعل ظروفهم صعبة لدرجة ليطلبوا يرجعوا على بلدانهم. يعني تصدق في الظروف سيئة لدرجة ان في سوريين طالبوا ان يرجعوا على سوريا، ان من افضل لهم يرجعوا على او على اليونان او على تركيا، ان خلاص ما بدهم يكملوا الطريق، ما بدهم يستقروا هون، ان بس بدهم يطلعوا من البوسنة وبدهم يعيفوا هالطريق، اني خلص ما بقى في مجال. يعني العنصرية الموجودة وتعامل السلطات بشكل اعتباطي وتعسفي من دون اي اسس قانونية مع اللاجئين خلى الناس اصلا تيأس من الطريق. طيب شو بتتوقع سيد أحمد، شو بتتوقع مستقبل هذول اللاجئين؟ وين راح يروحوا؟ يعني شو ممكن تتعامل أو كيف ممكن تتعامل السلطات البوسنية معهم؟ حاليا اللاجئين هن ورقة سياسية بين الأحزاب الموجودة في البوسنة وبين المحافظات الموجودة، ومثل ما بتعرف يعني السياسة إلى أحكامها، وبجوز بعد أسبوع أسبوعين يتحسن وضعهم 100%، وبجوز بعد أسبوع أسبوعين يسوء وضعهم 100%. يعني شغلة سياسة واعتباطية بشكل تام، يعني لا يوجد طريق واضح، وإنما كله يتم فعل كل شيء بأسلوب اعتباطي. طيب سيد محمد، أكثر الانتهاكات قسوة اللي ممكن أنت لاحظتها أو حتى وثقتها بهذا البلد أو ببلدان العبور؟ هلا أكثر الانتهاكات التي فيها كانت في كرواتيا، بالإضافة بالبوسنة، يعني مثل ما حكى سيد أحمد، حالات اعتباطية، حالات اعتقال، يعني أنا لم أرها حالات الاعتقال إلا بنظام الأسد، يعني حالات الاعتقال، حالات يعني تطفيش، فيني أقول لك بين قوسين، من قلب المدن ياخذون على لب الجبل، يعني حالات يعني لا وثقت أستطيع مثل هاي وصفها الحالات صراحة. سيد محمد بفيلمك؟ عندي موثق كيف تصير معاملة الشرطة فيني أقول لك للاجئين بين قوسين، بالساحات، فيني أقول لك بالطرقات، من خلال فيديوهات صغيرة.
طيب لما انت تجي توثق مثل هاي الحالات، او تجي مثلا تصور، بدك تصور مع لاجئين، تصور بهاي المخيمات، تبين الوضع قد ايه سيء بهاي المخيمات، كيف عم تتعامل معك السلطات؟ بتسمح لك عادي جدا انك انت تصور وتوثق؟ هلا انا لا، يعني صراحة انا لا يوجد فرق بيني وبين اي لاجئ بالطرقات. يعني اي حالة انتهاك تصيب هؤلاء اللاجئين هي راح اتعرض لها انا، فلا فرق بيني وبينه. التصوير دائما او غالبا بيكون بشكل سري فيني اقول لك. لهذا السبب عم نتعرض، يعني عم نتعرض، انتبه، انا واحد منهم. يعني فيني اقول لك تصل الى الاعتقال احيانا. حاولت انك انت تقدم على تصريح من السلطات وكيف تعاملت معك؟ هل حاولت ولا لا؟ هلا قدمنا طلب وحاولت ولكن لم يأتي الرد الى الان. سيد احمد، بالنسبة للاجئين اللي عم يروحوا على كرواتيا، ومثل ما ذكر السيد محمد، عم يتم التعامل معهم بشكل يعني غير إنساني وغير لائق، وعم يتم إعادتهم للبوسنة بعدها. شو هي الرحلة، أو شو هو الموقف اللي عم يستناهم؟ هل البوسنة رح تتعامل معهم وترحب فيهم بالمخيمات، أم أنه في لهم مستقبل مجهول؟ يعني في مجموعات وقت عم ترجع من كرواتيا عم يتم استقبالها، عم يتم توزيع الثياب الجديدة لها، عم يتم توزيع الأكل، عم يتم تقديم الطبابة لها، يعني عم يتم تقديم كافة حاجاتهم الإنسانية ومساعدتهم على تضميد جروحهم، لأن أغلبيتهم عم يرجع مع جروح، عم يرجع مع كدمات. يعني مثل ما قال الأستاذ محمد، يعني تصرفات تعسفية عم بتذكر السوريين بنظام الأسد. يعني نفس الأسلوب، نفس الأسلوب بالتعامل، لا يوجد حقوق إنسان، تعامل تعسفي اعتباطي. الدولة البوسنية يعني والمنظمات عم تقدم يلي بمقدورة، بس المشكلة إني كميات الناس وأعداد الناس هائلة لدرجة. حتى يعني سمعنا انه بالفترة الأخيرة ازدادت يعني أعداد اللاجئين والعابرين من هاي المناطق، لفترة من الفترات يعني قلت الأعداد، لكن حاليا ازدادت ورجعت لمثل سنة 2015 وقبل. تماما، يعني رجعت أعداد اللاجئين بازدياد بشكل يومي. يعني بشكل يومي بيتم وصول مجموعات من اليونان، من ألبانيا، وبيتم كمان وصول مجموعات اللي عم ترجع من كرواتيا ومن سلوفينيا. ولأرجع لسؤالك الأول، يعني تعامل الشرطة الكرواتية تعامل سيء وقاسي جدا جدا. وكثير من المجموعات اللي عم ترجع من كرواتيا او اللي عم يتم ترجيعها بشكل قسري من كرواتيا ومن سلوفينيا عم تلقى مساعدات، بس الأغلبية العظمى كمان ما عم تلاقي هون ملجأ، او يعني بالكلام العام سرير دافئ او طبابة جيدة. يعني أغلبيتهم عم يرجع بإصابات كبيرة لدرجة المنظمات الإنسانية على الأرض ما بتقدر تقدم طيب الخدمة. المنظمات الإنسانية ناشدت شيء؟ المجتمع الدولي ما في استجابة بهذا الموضوع؟ ناشدت يعني تم رفع التقارير للمنظمات الدولية ولمنظمات حقوق الإنسان بشكل يومي، لكن العين ما بتغلب المخرز. يعني السلطات الكرواتية قررت ان ما راح يتم قبول اللاجئين، وحتى هن تخيل من سنة 2015 تم قبول 600 حالة لجوء في كرواتيا فقط، 600 حالة فقط تم قبولها بشكل قانوني من بين الآلاف. من بين عشرات الآلاف على الأقل. طيب وهدول الموجودين بالمخيمات في لهم حق الإقامة؟ هل عندهم أوراق ثبوتية؟ أصدروا مثلا هويات مؤقتة على سبيل المثال؟ نعم، في نوع من الهوية المؤقتة المرتبطة بالكامب. هذه الهوية بتخليك يعني بتقدر تاخذ المساعدات الطبية والمساعدات الغذائية والملابس. بس اللجوء كما تقدمه الدول الغربية أيضا موجود في دولة البوسنة. تتم العملية كلها في ظرف سنة تقريبا.
يعني بس اللاجئ يقدم طلب اللجوء في البوسنة بشكل رسمي، بيطالب يعني بإعادة توطينه في البوسنة، تستمر العملية لمدة سنة، ويمكن أن يخرج منها 3 نتائج، يعني 3 قرارات. الرفض يلي بتقدر كمان تطعنه، يعني يتم الطعن بالرفض وبتقدر تكمل محاكمة وتطالب بحكم مختلف، أو هناك نوع من الحماية المؤقتة أو القبول باللجوء وهل الدائم بفضلوا أو القرار اللاجئين الدائم. انهم يقدموا على مثل هاي الاوراق، ام انه دائما بيكون التفضيل انهم يظلوا مستمرين وتكون البوسنة هي فقط دولة عبور؟ الأغلبية العظمى تعتبر البوسنة دولة عبور، لكن هناك أقلية صغيرة وصل الإحباط بها إلى أخذ قرار أن يبقوا في البوسنة، وأن يتم يعني يضبطوا أمورهم هون ويطلعوا أوراقهم وجواز السفر البوسني والهوية البوسنية، وقرروا أن يبقوا يشتغلوا هون ويتعلموا. وهي النقطة تحديدا بدي أسأل عنها سيد محمد، من خلال يمكن أنت أخذت، ما بعرف إذا أخذت شهادات للاجئين الموجودين في البوسنة أو بالمناطق اللي أنت صورت ووثقت فيها، كيف حصلت يعني من اللاجئين على هاي الشهادات؟ إنه هل إن بيعتبروا مثلا البوسنة أو هاي الدول لساتها دول عبور، أم إنه مثل ما ذكر سيد أحمد صابون الإحباط قرروا إنه يستقروا بهاي المناطق؟ صراحة لا أخفيك، يعني كثير من اللي التقيت فيهم، وحتى التقيت في ضباط كروات، أحد الضباط الكروات يقول لي ليست لنا الرغبة في استقبالكم، إذا كنا نريد فنحن نريد أطباء أو مهندسين أو ما شابه، أما ما تبقى من الفئات فنحن ليس لنا الرغبة في استقبالها. هذا تصريح أحد ضباط الكروات حين تحدث طيب معي. احد الضباط الكروات، طيب كيف بالنسبة بده يعرف هذول اللاجئين اللي عم يجوا من البوسنة، انه كيف بده يميز بالبداية انه هذا طبيب ولا ماله مهندس وكلياتهم بيشبهوا بعض؟ هو تماما هو هذا السؤال الذي طرحته، انه انت كيف راح تميز بين انه اذا انا طبيب ولا انا، اذا على الشكل انت قام يعني عم تعاملني على الشكل انت، فانت على انه اساس راح تعرف انه انا طبيب ولا هي؟ فعم الصمت، عم الصمت على الطابور. شفت حالات كمان كثيرة يعني من قبل كروات، إن كان ضباط إن كان يعني مدنيين إن كان من غير فئات، بالإضافة حتى يعني شفت ضباط بوسنية وشفت مسؤولين اللي التقيت فيهم هون بهي المدينة، كلهم نفس الشيء، يعني نفس الأجوبة حين تطرح السؤال يعم الصمت، لأنه هون عم تصير المعاملة على الشكل. أما بالنسبة للسؤال اللي عم تسألني عليه، هل العالم يعني العالم إلها رغبة تبقى هون ولا تمشي؟ لا، ما حدا له رغبة يبقى، لأنه البلد فيك تقول يعني لا هي بلد فقيرة ولا هي بلد غنية، فما حدا عنده الرغبة يبقى بسبب المعاملة اللي عم تصير. يعني حتى لو كان معك إقامة، يعني أنت ممكن تتعرض لحالات اعتباطية، لحالات تعسفية، بالإضافة حتى لحالات العنصرية اللي عم تصير من قبل لك المواطنين. طيب سيد أحمد، بدي بدقيقة أو نصف دقيقة أخيرة، كيف بتشوف مستقبل اللاجئين بالبوسنة؟ مستقبل صعب جدا، ونحتاج إلى المزيد من المساعدة والمزيد من الإمكانيات لتقديم الخدمات اللازمة لتوفير أبسط حقوق الإنسان، شكرا يعني جزيلا أبسط سيد أحمد سواس نجار العامل بالمجال الإنساني من البوسنة، وأيضا السيد محمد المضحي مصور فيلم يتكلم عن معاناة اللاجئين في البوسنة. شكرا لكم ضيوفي الكرام.